انتي شفتي بوسمان عيونك تلمع؟ ترى اختي عارفها، عارفش لما عيونك تلمع اكيد في شيء. سعد كلمني وبيقدم الخطبة شي كم شهر وانت زوج. انتي مو خايفة؟ وليش اخاف؟ اصلا انا مرتاحة معه. بس هذا زواج مو لعب، يعني هذه راح تكون تجربتك الثانية بعد طلاقك من بدر. لازم تتأكدين ان هذا صدق حب مو اعجاب. يعني اخذي وقتك، اخذي راحتك، تعرف عليه سنة سنتين ثلاث، ليش مستعجلة؟ وليش اطول؟ انا مرتاحة معه ومن حقي اني اكمل حياتي، حياتي ما توقف بعد طلاقي. انزين والشقة ايش راح تسوين فيها؟ تصدقين ما فكرت، بس يعني احس بأجرها لأن ما فكر اني ابيعها. على الأقل أجار يعني يدخل لي دخل ثاني. إنزين وإذا أجرتيها أنا وين أروح؟ عادي عند هدى، عند أمي. تقدرين تقعدين هناك مثل ما قعدتيني. إنتي من صدقك؟ شو أروح عند أمي؟ إنت تدرين إن أنا وياها علاقتنا مو ذاك الزود. هدى؟ وشنو يعني أسكن عندها وعند ريلها و... لا 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 مي، ما راح يصير هالشيء، ما راح يصير. شلون يعني أنا أوقف حياتي عشان انت ما تبين تقعدين لا عند هدى ولا عند امي؟ من حقي ان انا اكمل ومن حقي اني اتزوج، انت ليش تسوين كذي؟ انا الظاهر من يوم ما توفري لي والكل خايف مني ويبي ينحاش. حتى انت ما تبين تتزوجين وتهديني وتخليني بروحي. ما فكرتي فيني وبمشاعري وشو راح تكون رده فعلي؟ لا. كنتي كل يوم تدخلين وتتكلمين عن حبيب قلبك الجديد، متى راح يخطبك، متى راح تتزوجين. ما فكرتي ان اختك كل يوم تبكي وهي بالعده؟ حنا اذا ما فضفض لك انت بفضفض حق منه؟ وبعدين ترى حياتك ما توقف، انت ليش صايره سلبيه؟ بتخلصين فتره وبتكملين حياتك، انا بعد من حقي اكمل حياتي، مو يعني انك انت بالعده ما عندك حياه. مي انت ما راح تتزوجين لما انا اطلع من هالمصيبه. انانيه وانت ما عندك احساس.